بحال اي طفل واي شاب تيكون مولوع بديك الافلام ديال الكاراتيه وديال في الاول كلشي كيعرف غير الكاراتيه، ما كيعرفوا لا جودو لا تايكوندو لا هادشي اللي ولا دابا حاليا. وكنت مولوع بروسلي فانا ذاك في ذاك الوقت، ومشيت داتني الوالده ملي كنت باقي صغير في نادي الفتح الرباطي في مدينه الرباط في 81 في 5 ايطاج واحد الميبل عماره ديال لوبينيون جريده لوبينيون، وكان نادي تما. دخلت في ذاك النهار كانت الحصه ديال الجودو وتقيت في الجودو صدفه. في الاول ملي دخلت اول حصه كان يعني شويه في الرباط شويه الجودو، داكشي ديك الساعه كانت ولاد المدينه هما اللي كيديروا الجودو، الناس اللي كيسكنوا مثلا في الشارع ما كيديروش الجودو كيديروا رياضات اخرين. انا دخلت لتما كانوا غير ولاد المدينه، اول نهار اول حصه دخلت زرقوا لي العين ديالي، دخلت كنبكي وداكشي وكذا وكذا. ايوا حتى من بعد جو مسوي اكروشي، كملت واحد السنه نادي الفتح تسد وتحل نادي اي كي كاي حدا مجلس النواب، وتما ترعرعت وكملت بفضل ديال الاستاذ ديالي فارس عبد اللطيف. عادي تقريبا سانكور خمسه ديال السوايع كان تيدير في النهار ديال الجودو، كان تيتريني ساعتين في الصباح وتيجي عاوتاني من 6 تيخرج حتى العصر ديال الليل، من هو الاول هو الاخر. صراحه بديت تدريجيا بلا ضغط بلا حتى شي حاجه، بقينا يعني حتى بالنسبه للالعاب الاولمبيه وبطولات العالم وداكشي ما كانش كيدوز بزاف في التلفزه انذاك. يلا الالعاب الاولمبيه ديال 88 اللي كانوا فيها يعني كان تالق ديال اول مغربيات لعبوا فيه، يعني منهم الحواتي خديجه وسهير المتوني. تدريجي على مستوى الوطني، بديت من فئه الكتاكيت، فئه الصغار، فئه الفتيان الشبان، وبقيت غادي وكنطلع. يعني بديت بفئه الصغار حتليت المرتبه الاولى، ومن بعد الحمد لله يعني بقيت يعني مستمر على هذا النجاح هذا. وهذه النهار اللي بدا في فاتي ديال البطولات مينيم شامبيون دي ماروك، كادي شامبيون دي ماروك، جونيور شامبيون دي ماروك، مثل البطوله الافريقيه بطل افريقي 5 ديال المرات، بدا في البطوله ديال العالم اللي كان شارك فيها في امريكا، حصل على الرتبه الخامسه. كان الوالد والوالده ما كيمشيوش معايا للبطولات، ما عمرهم حضروا معايا للبطوله، كيمشي معايا ديما السي فارس عبد اللطيف كيديني بالطوموبيل ديالو بلا فيات سيمكا ميل كان عقل. كنمشيو وكنوصلوا للبطوله، كنمشيو للبطوله يعني في الدار البيضاء ولا كتكون في الرباط، وبقينا غادي مشيو تدريجيا حتى يعني حتى لقيت النفس ديالي. وباش نزيد شويه في المستوى بديت كنمشي بزاف للنادي ديال الاستاد المغربي عند السي احمد بن عمر الله يرحمه، اللي كان تيرحب بيا بزاف، ونادي الجمعيه السلويه بفضل السي بلبل نور الدين. يعني واحد المنافسة ما بين مدينة الدار البيضاء ومدينة الرباط، أنا جيت في ذيك الوقيتة كانت المنافسة ما كنتش كنفهم، يعني حيت في النادي ديالي أنا كنت الوحيد اللي كنلعب، كنلعب بوحدي والفرق ما كناش كنلعبوا، يعني ما كنتش كنعيش ديك المنافسة اللي عرفتها من بعد وعاودوا لي عليها. باش كنقلب باش نكون في المستوى يعني ديما كانت عندي واحد العزيمة، يعني كنت يعني بطل المغرب في الفئه ديال الوزن ديالي مثلا في فئه الصغار ولا في الفتيان، من تما في السن ديال الفتيان تما فاش كيبان واش البطل يقدر يمشي بعيد ولا لا.
الحمد لله كنتفوق يعني في البطوله المغرب يعني من ديما كنت كندي يعني المرتبه الاولى. وملي كنمشي كانت عندنا يعني مباراه جهويه خصك تتاهل فيها، وعاد يعني حنا كانت عندنا المباراه يعني الاقصائيات الجهويه اصعب من الاقصائيات الوطنيه. فين خديت الباك ديالي ملي كانت عندي 18 سنه؟ يعني خديت الحزام الاسود الدرجه الاولى، يعني في عام واحد خديت كل شيء، البيرمي الباك وكل شيء، والبطولات ديال خديت ديال الشبان، ولعبت في البطوله ديال الكبار وفزت بها. من تما حسيت انا في الاول حسيت براسي يعني نقدر نمشي بعيد، منين كنت في الفئه ديال الشبان، وكان عندي يعني بصراحه دعم معنوي كبير من عند بعض الابطال القدامى اللي كانوا من ضمنهم حمزه الدبلالي ولا فصلي نور الدين. ملي وصل الحزام تقريبا مارو قرب باش يدوز الحزام الاسود عرفوا غادي يكون بطل من الابطال. زعما صراحه ديسين الدراري كانوا تيقول لك علاش حنا ما نكونوش بحال عادل. قلت له اللي بغى يكون بحال عادل خاصو يستمر سوا في الرياضه بحال اللي تيدير سوا، كان هو مثالي كان. من 1983 اول بطوله لعبتها في 1984 فئه الصغار مينيم، واخر بطوله في 2003. درت بطل افريقيا في 93 في مصر. في مصر هذيك يعني كانت يعني بالنسبه لي شي حاجه كبيره، وفي ديك السنه نيت خديت الميداليه الفضيه ولا النحاسيه في الالعاب واحد المتوسط في بيربيغون كنظن 93. في ديك السنه نيت احتليت المرتبه السابعه لاول عربي افريقي كيحتل المرتبه السابعه عالميا. باش تكون يعني في المستوى خص يعني العمل وخص مساعدات وخص دعم معنوي وخص دعم بالخصوص دعم مادي. يعني وليت كنشتغل في نفس الاتجاه، يعني كنتمرن و اون ميم طون كنقلب على الاحتضان، وكنقلب يعني في ديك الفكره ديالي في راسي باش نخدم على الصوره ديالي باش تبان، باش تكون في الاشهارات، تكون في بزاف ديال الاشياء، باش يكون عندك واحد المدخول باش تقدر تمشي بعيد، تقدر تتمرن مع ابطال عالميين، تمشي لليابان، تمشي لكوريا، تمشي لامريكا، تمشي للدول كلها هذه، باش يعني كاع داكشي اللي كيخدموا به الاجانب تخدم به حتى انت. بطولات العالم ديما يعني ما بين السبع الاوائل الحمد لله، يعني هذا انجاز يعني فردي ووحيد. يعني حتى دابا حاليا عاد ولات دابا بطوله العالم، يعني بالنسبه للراي العام بطوله العالم كانت كتلعب كل سنتين ماشي كل سنه، ما كانش هذا يعني اي واحد يمكن له يشارك، يعني خصو يكون في المستوى كبير. كنت ديما حتى الالعاب واحد المتوسط ديما يعني في البوديوم، العاب فرانكوفونيا، البطولة الإفريقية عدة مرات، البطولة العربية ثلاث مرات، والبطولات الدولية بحال دابا اللي ولاو دابا كيتسماو لي وورلد كوب، ويعني هاد البطولات الدولية دابا ولاو عندهم أسامي خاصة، يعني هادو كنا كنلعبوا فيهم، وكنت الحمد لله ديما كنكون متألق ما بين خمسة الأوائل، إما الثاني ولا الثالث ولا بعض المرات الأول. هاد البطولات هادو اللي كيخولوا لك باش تأهل الألعاب الأولمبية تاخذ بعض النقاط. يعني بطولات دولية كثيرة، ومن بعد لعبت بطولة العالم للجامعية حتى احتليت فيها المرتبة الثالثة، ومن بعد يعني حتى آخر المطاف ديالي بديت كندير بطولة العالم للماسترز وفزت بها ثلاثة المرات. منافسات هذا اليوم عرفت المشاركة المغربية عادل بلقايد في وزن نصف المتوسط 86 كيلوغرام،
عادل بلقايد يعتبر من أبرز عناصر الفريق الوطني ويأمل في تسجيل نتيجة إيجابية في هذه الدورة الأولمبية. أنا كنمشي بواحد المنهج، يعني كنت كندير كنتمرن 5-6 سوايع في النهار، تنقول أنا كنتمرن 5-6 سوايع في النهار علاش غادي يربحني هذا السيد؟ هذا هو أنا كنت غادي بهذا المنطق. هذا أتلانتا أولا قبل ما نمشي لأتلانتا كانت الألعاب ما قبل الأولمبية كانوا كيداروا لي جو بري أولمبيك، كانت لعبات في ميكون جورجيا حدا أتلانتا، ومشيت أنا ذاك مع فريق باريس سان جيرمان. لو كنت مع فريق باريس سان جيرمان ربحت معهم بطولة أوروبية للفرق، أول بطولة مع أبطال عالميين كبار، كنت مع في الفريق ديالهم مع دافيد دويي وأبطال كلهم، وكنت أنا الوحيد البطل الأجنبي الوحيد اللي معهم، أنا واحد الإنجليزي ريس سيلمس. وكانت هذه الألعاب ما قبل الأولمبية، وحصلت فيها المرتبة الثالثة، يعني حتى اللي دار بطل أولمبي ديك السنة جمال بوراس كان حتى فيها المرتبة الخامسة، كان مورايا. ولكن جات الألعاب الأولمبية كنت مهيئ، يعني بما فيه يعني بصراحة كنت مهيئ مزيان، وكان خصنا ديك السنة كانت بدأت يعني الإقصائيات، يعني تأهيل الألعاب الأولمبية خصك تفوز بالبطولة الإفريقية ودير بزاف ديال الأشياء. حنا مع الأسف المغرب كنا ما يعني ما مشاركينش في فلويا، يعني ما كنشاركوش في الألعاب الإفريقية، وكانوا بعد يعني بعض اللاعبين كياخذوا النقاط قبل منا في الألعاب الإفريقية اللي المغرب ما كيشارك فيهم. يعني كان خصني ضروري في ديك الألعاب الإفريقية ديال الجنوب إفريقيا كان خصني نحط المرتبة الأولى، ومشيت الحمد لله لعبت ربحت الميدالية. هذه غنعاود واحد القصة، يعني كان واحد استقبال ملكي، كان سيدنا كان الحسن الثاني الله يرحمه غادي يستقبل بعض الناس، وأنا ديك النهار كان عندي الديبا غادي نمشي للجنوب إفريقيا، غادي نمشي للجنوب إفريقيا باش نمشي للألعاب باش نلعب البطولة الإفريقية باش نتأهل. قال لي سي عادل راك معروض باش تسلم على سيدنا وهذه هذه. قلت له راه غادي نسافر اليوم، ولكن ماشي مشكل ما نسافرش نبقى. بقيت فعلا كل شيء سافر، بقيت انا بوحدي باش هذيك سلمت على سيدنا وداك الشيء وشجعني وكذا وكذا. قال لي اش كدير وهذا، يعني قلت له كندير جودو. قال لي واجب لنا الذهب. قلت له ان شاء الله غادي نجيب جوج ذهبيات ان شاء الله. قال لي كيفاش؟ قلت له شرحت له لعبت في الوزن، كاين وزن تقدر تلعب في الوزن ديالك وتقدر تلعب في الوزن المفتوح، وانا بحكم انني خفيف كنلعب رغم ذلك في الاوزان الوزن المفتوح، يعني الوحيد انا الرياضي المغربي الوحيد اللي كيلعب في جوج الاوزان بحكم الوزن ديالي 78 كيلوغرام ولا 80. صافي يعني ديك النهار نيت ومشيت خديت الطياره بالليل، يعني داروا لي ان ارانجمون الحمد لله الكتابه وكل شيء باش سافرت ديك الليله وعلى احسن ما يرام، ووصلت بخير على خير، توزنت ولعبت وربحت، وباش نزيد نضيف ميداليه الثانيه للمغرب تسجلت في الوزن الثقيل، وصلت حتى النهائي ولعبت مع واحد ثقيل عليا وتوعكت في العنق ديالي كيف درت اون مينير وداك الشيء وتقصحت وما قدرتش نقولها للجامعه. من بعد حليت المرتبه الثانيه في الوزن المفتوح والمرتبه الاولى في الوزن ديالي، وهذا الشيء كله باش نطلع بالميداليات وكذا، يعني عدد الميداليات والالقاب للمغرب، ويعني كان عندي واحد التوعك. وملي مشيت لاتلانتا ما قلتش يعني خبيت على الجامعه بانني عندي واحد لينيغمي سيرفيكال، ولعبت وما جابش الله التيسير، انهزمت مع الارجنتيني اللي كان يعني في باستطاعتي نفوز عليه، حتى هو براسو بنفسه يعني حتى هو استغرب كيفاش ربح لي انا انتصر عليا. ومن بعد يعني الفرنسي هو اللي فاز بالبطوله الاولمبيه ديك السنه جمال بوراس. صافي من بعد كما قلت يعني الالعاب الاولمبيه كتكون مساله حظ. التركيز القوي للبطل المغربي عادي بلقايد في لقاء صعب امام المنغولي تيند اوشيغباط الذي كان يمارس المصارعه في السابق. سيدني كان لي الشرف ان نكون انا هو الحامل العالم الوطني اولا، يعني هذا شرف كبير. كان الجنرال حسني بن سليمان يعني كان انا ذاك رئيس اللجنه الاولمبيه، يعني اللي وقع الاختيار بيني وبين هشام، كان هشام باقي صغير مني شويه قروج، وكنت انا اللي حظيت بهذا الشرف هذا باش نكون حامل العالم الوطني. الحمد لله فزت في المباراة الأولى، ورغم ذلك في المباراة الثانية ضد المونغولي كنت يعني متفوق عليه، وكان شوية ديال
خطا ديال التحكيم حتى يعني المعلق ديال كانال بلس اللي كان هو البطل العالمي الاولمبي تيغي غي اللي كان هو رئيس ديال باريس سان جيرمان انذاك براسو يعني كله كيغوتو كيستغربوا كيفاش الحكم عطى هذيك الامتياز للمونغولي وما عطاهش ليا انا رغم هنا عادي بالقايد يسجل كوكا ومن خلال تثبيت المنغولي اوشيغبات باوساو غومي التحكيم هنا يدخل ليزيل لعادل بلقايد النقطة 45 ثانية على نهاية اللقاء دائما عادل بلقايد يصارع المنغولي وشغبات لكنه تدمر كثيرا عندما رأى أن النقطة ضاعت منه في ذلك المشاركة لاحق الألعاب الأولمبية عادل بلقايد في وزن أقل من 1 كيلو أتينا 2004 للسنة الوحيدة اللي كنت فيها متدمر نفسانيا هو هي السنة اللي درت فيها كنظن حتليت فيها المرتبة التاسعة يعني التاسع في الأولمبياد ديال أتينا بحكم كان عندي نقاش مع الجامعة أنا ذا كانوا بغوا يخسروني في البطولة ومشيت للبطولة الإفريقية والحمد لله توفقت وتأهلت الألعاب الأولمبية رغم ذلك وكنت باغي نخرج من الباب الكبير كما قلت في الأول وكانت ديك الساعة بسيكولوجيكمون كانت عندي التجربة الكافية صراحة من سيدني كانت عندي التجربة بديتها حتى 2004 غير وحنا كنا كنبداو ديك الاستعدادات كنا كنبداوها متأخر ليكونتيوك سبق كامل فوز في لقاء الثاني أمام الإيراني شاهاندا ما مكن بلقايد من التأهل إلى مباراة استدراكية ومواجهة الإيراني شاهاندا بلقايد وبعزيمة قوية تمكن من تسجيل كوكا 3 مرات وسجل يوكو يتمكن من الفوز باللقاء كنظن يعني رغم هذه الإنجازات اللي درت ضيعت بزاف ديال الوقت بحكم كنمشي نقلب على المحتضن كنمشي نقلب على الامكانيات نمشي ندق على هذا الوزير الله يخليك سعاده الوزير بغيت نمشي لكوريا الحمد لله كان كيمشيو يعني كان امكان يعني شي واحد مؤطر ولا مدير اداري ولا مدير تقني يقدر يقلب على الرياضيين يعني كنظن بهذا الشيء دابا تقاد الحمد لله على هذ الرؤساء الجدد اللي جاو يعني مسيرين في المستوى كيسيروا شركات راه كيعرفوا يعني هادشي كامل يعني هما فايق يعني واعيين بهاد المساله هادي يعني ضيعت بزاف الوقت كان يمكن لي نمشي اكثر ونفوز اكثر بالقاب يعني اكثر واحسن ولكن الحمد لله يعني الحمد لله خليت صدى طيب كنظن والحمد لله الاسم ديالي مجبود الى يومنا هذا يعني في اي بطوله دوليه لا لا الاشقاء ديالنا العرب كاملين ولا الاجنبيين كلهم الاجانب يعني حيت انتصرت على بزاف ديال الابطال العالميين روسيين المانيين كلهم يعني اللي كانوا ابطال عالميين ودوليين كنفزت عليهم وبحكم انني ديما محتل المرتبه السابعه عالميا يعني ديما في البوديوم ديما في ديك في الرانكينغ ليست يعني ديما بين العشر الاوائل كنفضل كتكون ترافاي دو غروب ديال الجماعه ملي كيكون ديك المساعده وكيكون ديك العوين كما تنقول فيه كل العوين كتقدر تكون النتيجه وكتكون البركه وما بهذا الحال البركه الكبيره هي البركه ديال الوالدين بحكم انه كيكون دعم خاص ديال والديك يعني رغم الناس الاخرين كيبغيو يسدوا عليك الابواب ملي كتكون مرضي الوالدين والديك ديما معاك وكيدعموك وكيطلعوا لك المورال ديالك كما حتى شي باب ما كتسد عرفتي هذا المسار ديالو عشت بحال يعني انا ما عمرني ما تعذبت معاه ولا تعذبت بصراحه كاع مع وليداتي ولكن هو اللي كانت عنده شويه ديال الخدمه بزاف يعني قابلته بالعكس ملي تكون تنخدم معاه تنعملها فيك بليزير بحب ويعني وتنزيد لك شي حاجه تنضيفها من عندي يعني الله يرضي عليه عمره ما عذبني يعني الحاجه اللي قلت قالها ليا تنفسرها له هكا ولا هكا تيمشي فيها الا كان قال لي لا ماما هي خصها تكون بحال هكا تنقول واخا غنديرها حاجه هي اللي داتني ديك النار باش نصدقوا ليه هو دار بزاف د الحويجات اللي ما يمكننيش ننساهم دار بزاف ولكن هذه سبيسيال واحد النهار بغى يشري دار قال لي ماما غنمشي تشوفي معايا واحد الدار جينا هنا للهرهوره تندورو شاف وحده كبيره دي قال لي ماما ناخذوا هذه وغادي نزيدوا قلت له انا غناخذوا دار ما يمكنناش ناخذوا غير اللي عندنا ما نبقاوش حنا نتسلفوا من عند البنك وديك الشيء جينا لقينا الدار الدار عجبتنا كل شيء الى اخره مشينا واحد السيحه من الدار الله يطول عمره مشينا النطيخ
مشينا عند النوتير دخلنا جلسنا ويقول لي ماما عندك كارت ناسيونال. قلت له ليش لا كارت ناسيونال؟ انت اللي غتشري الدار ماشي انا. قال لي لا، الدار غادي تصاوبها لك. هذاك الراجل حليمي ولا الناس الاخرين تيقولوا لي احنا عادل تنعرفوا قلبه طيب واسمه، ولكن دابا حنا قال لا عادل صافي يعني الطابع كاين. وقلت له هذاك رزق وليداتك وليدي خليك. قال لي لا ماما انت واخا. قال لي نعطيك ما القارون ما نرد لكش غير الربيع اللي درتي ليا. هذه ما عمرني ما نساها في حياتي وتنقولها انا. عمرني ما قلتها له يعني هذه زعما انت تفكرها تجيني البكاية. عمرني ما نساها. وهذا ما هذا وعدي بلي قايد كان مرضي واللي فين ما مشى يربح واللي تبعو يربح اللي تبع ولدي يربح. وفعلا هو الدراري صحابه كلهم صنعان باللي مشوا في جهته كلهم رابحين وواصلين كيف هو الحمد لله. وتنشكر الله سبحانه وتعالى الله يخلي الناس يدنا والله يخلي الجميع ومتفقين وهذا الشيء اللي كاين. عمرني ما قلتها له. بطل جيدو عادل بلقايد، بطل اللي بدا من البدايه ديالو نقولوا من الصفر، كون راسه براسه، بطل عصامي لقى واحد الفتره اللي نهضت رياضه الجيدو. Mon père, comme la plupart des Marocains du Maroc et tout ça, on est tous fiers de mon père et c'est un exemple pour nous, un exemple pour tous ceux qui veulent faire du judo. Et voilà, maintenant c'est pour ça que je me suis lancé dans l'équipe nationale du Maroc pour pouvoir atteindre le niveau de mon père, voire mieux. On verra. قايد صعد لقى واحد الفرصه تاريخيه ديالو. رياضه الجيدو كانت رياضه اللي خدات الشعبيه ديالها وسط الاحياء الشعبيه، وبالتالي عادل بلقايد صعد في انديه مع المنتخبات، تدرج في بطوله العربيه البحر الابيض المتوسط، البطوله الافريقيه، وبالتالي بزغ اسم عادل بلقايد إلى أن نال الرتبة السابعة في البطولة العالمية، وشارك أيضا في الألعاب الأولمبية، وهذه مسار بطل لعالمي اللي كيف سخر به المغرب. في 2004 يعني بعد يعني لما توقفت من الجودو ألعاب أولمبية 2004 أسست هذا النادي هذا أنا والوالدين ديالي، والحمد لله بفضل الله والحمد لله درنا هذا المبنى هذا اللي بغيتو يعني الحمد لله يكون ان شاء الله تاريخي، يطلعوا منه ابطال، والحمد لله طلعنا منه ابطال كثار اللي شاركوا في بطولات وطنيه، بطولات دوليه، افريقيه، عالميه، اولمبيه، الحمد لله. وهذه غير البدايه يعني من 2004 ليومنا هذا الحمد لله النادي صمد وكيكبر، غادي كيكبر. والاساس ديالنا ديال هذا النادي هو نتكلفوا من لاباس، يعني من الاساس ديال الطفل من الصغر. في الاول بدينا بابطال المقيمين المغاربه المقيمين بالخارج، دمجناهم معنا في النادي، والحمد لله باش كيكون واحد بحال مشعل
وجلب باش هاد الابطال وهاد الاطفال بالخصوص يكون عندهم قدوه ماشي غير عادل بلقيد، ابطال اخرين اللي سامحوا في العالم الفرنسي وبغوا يلعبوا باسم العالم المغربي. يعني هذه اولى بالنسبه، يعني اول نادي كنظن اللي عمل هذه الطريقه هذه، والحمد لله يعني الفضل كله كيرجع بالاساس للرياضي الاول سيدنا الله ينصره اللي في الاول ساعدني في كل شيء الحمد لله، وكيساعد جميع الرياضيين وجميع الناس اللي كتطرق الباب ديالو واللي كتبغي البلاد ديالها باش تزيد لقدام. كان ديما ناشط وما انسان اللي تيبغي كلشي للجميع وتيبغي بحال داكشي اللي تيعرف تيبغي تيظهروا لك ما تيخبي حتى شي حاجه. عادل واحد البطل اللي بصراحه عطى واحد نوع سكل غريب عطاه الجودو، لان بصراحه ما حاليا ما كاينش بحالو في الجودو، وتنتمنى ان شاء الله في المستقبل باش يكونوا زعما ابطال بحال عادل. كاين اسماعيل وجاد بلقيد ولادي بجوج اللي الحمد لله ابطال المغرب. اسماعيل حاليا محتل الرتبه 25 عالميا في سن الشبان على 450 رياضي. دابا فاجئني في بطولة المغرب انتصر في الوزن 81 وقال لي انا بغيت نكون الخلاف ديالك في الوزن ديال 81، وانا تفاجأت هو وزن 73 كيلو وانتصر في الشبان، وهاد بعد غدا عنده بطولة المغرب في القسم الكبار، باقي عنده 19 سنة باقي في الشبان. كنظن يعني بغيت نكون مثال، يعني بطل ماشي جا وكيكون يعني البلاد ديالو عطاته خصو تا هو يعطي البلاد ديالو. النصيحه اللي كنوجهها هو الانسان ما يضيعش الوقت ديالو في النزاعات وفي الخلافات. مع الاسف هذه هي البيئه اللي كنكونوا حنا فيها، حنا كبرنا في هذا الشيء، يعني كتكون صراعات في الانديه في الجامعات وكذا وكذا. كنصح بان هاد الابطال يخرجوا من هاد الخلافات وهاد النزاعات ويكون يعني انسان اناني في الرياضه مش في الاخلاق ولا في الحياه ديالو. اناني يعني نجي لهاد الرياضه خصني نتريني ندير تمارين اكثر من فلان ولا اكثر من فلان، ماشي يعني في الحياه، وباش ننجح باش ينجح ويزيد القدام ويبقى بالشخصيه ديالو، حيت الشخصيه ديال البطل راه ما كتجيش وكيكون انسان بطل.